السلام عليكم يا أصدقائي، اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني غرضا للبلايا والآفات، بعزك يا عز المسلمين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.